نخش على اللي بعده، على اللحمه ما تستوي. ايه اللي بعده؟ رز بالخلطه. ازاي نعمله مع بعض سريعا؟ مقاديره على الشاشه. مقادير رز بالخلطه يتعمل ازاي؟ ممكن يتعمل بلحمه مفرومه، ممكن، ممكن يتعمل بكبد وقوانص، ممكن. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. مقادير ايه عباره؟ كيلو كبد وقوانص من عند اي فرارجي على الشارع، حلو الكلام، او من سوبر ماركت، وهنروح بيها على البيت مع كوبايتين من الرز المصري قرفه ناعمه. البهارات بتاعتنا لطيفه وحلوه عشان تاخد طعم، والمكسرات اللي موجوده عندك في الدرج. اول حاجه اللحمه كده زي الفل على النار، هسيبها تستوي، ما قلقش من ناحيتها لان انا ما حطيتش عليها اي حاجه خالص، لا معجون طماطم ولا ملح. معجون الطماطم او الطماطم بتعرق عمليه السوى بتاعه اللحمه. لحمه تنزلي عليها ميه مغليه بالشكل ده كده، واغطي الحله بتاعتي واسيبها تستوي، دي اول خطوه. طيب الكبد ببساطه خالص، حلو الكلام، عندي الحله دي الجميله الحلوه دي كده، هعمل فيها شويه الرز. فاكرين الحله ديت؟ اهي دي الحله اللي انا شغال بيها وفيها ميه مغليه، بحط سقط فيها الرز المصري بتاعي اهو. اعلي النار دي كده شويه، اكون حمرت الكبد، ده الرز بتاعنا بالشكل ده كده اهو، بينزل في شويه الميه دول اهو، مع البصلايه مع الجزره عشان الفليفر والطعم، زي الفل. ده رز مصري عادي بيتسلق اهو، بقلبه. سلقت الرز، بهاراته ايه يا عم الشيف؟ هنشوف دلوقتي مع بعض بعد الرز ده ما يستوي شويه. ده رز مصري اهوت، وعندي فليفر وعندي بوكيه جارنيه من الجزر والبصل والاعشاب، حط ما فيش مشكله عشان تسويه الرز. هنبدا نشتغل في كبد الفراخ علشان الاطفال الحلوين. حلو، ايه اخبار الرز هنا؟ نبص عليه، هو ده اللي انا عايزه. رز المصري جاهز، حلو قوي. نشيل الغطا ده كده هنا، وتعالوا نشوف هنعمل ازاي كبد الفراخ بطريقه بسيطه وسهله. معلقه زبده في طاسه شديده الحراره، وفص ثوم محترم، حلو قوي. مش هستنى على الثوم لما يتحمر خالص، زي الفل، تمام. ومعانا قرن فلفل حار شويه، خلي بالك تسالي ولادك بتحبوا الحار حط حار، اسألي ضيوفك بيحبوا الحار حط حار، اسألي حماتك إذا لأول مرة بتزورك، تحب الحار يا حماتي؟ عشان هنا عندي حمادة بيحب الحار، مش بتحب الحار اعملي طبق لوحدها هي، خلي بالك، مش تعملي الأكل حار وتقولي حمادة يا تيتا بيحب الحار، طب يعني هي ذنبها إيه يعني؟ ذنبها إن هي جوزتك حمادة؟ حلو؟ ناخد الكبد، اللهم صل على النبي، تتحمر الكبد بشوية بهارات حلوين، عشان كده رز بالخلطة. وبعد ما يتحمروا عندنا مكسرات حلوة، ونشوف الطبق الحلو ده هنغرفه ازاي على شكل تورتة هتعجب حضراتكم برضو. لازم بتعملي أكلة زي أكلة الكشك، بصارة، مسقعة، الأكلات بتاعت الزمن الجميل وبتاعت أمهاتنا، المفروض هنا إجباري تعملي حاجة للأطفال يحبوها. ليه؟ علشان تبقى السفرة ما فيهاش كده إيه منافسة، في كل الأزواج تاكل من الأكل. لا كيف ده؟ بص عايزة تطير من الطاسة، مستنيها الرز أبو خلطة، زي الفل، لسه ما حطيتش عليها أي بهارات خالص. آدي الكبد اتحمر أهيت، والرز بتاعنا أخباره إيه؟ اللهم صل على شوية رز حلوين، بالشكل ده كده، حلو. نيجي لموضوع الكبدة، أخبارها إيه؟ جاهزة؟ زي الفل. أقفلها بقى، نحطها هنا. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ونحط معلقة سمنة بلدي. انا عايزك تبقى في المطبخ زي كده، ومعانا مكسرات، ايه المكسرات دي يا عم الشيف؟ زبيب، لوز، فستق، فول سوداني، اللي عندك، كل المكسرات دي على وش الرز بتاعنا، اللهم صل على النبي، ونسيح الزبدة في قلبيها، ونجيب القالب الحلو ده كده، وهنشتغل هنا يا مخرجنا يا مبدع. زي الفل. هعمل قالب انا بقى، هعمل تورته بقى، اخد الرز ده كده، شوف هشتغل ازاي، وانت معايا. وادي القالب بتاعي، وهاخد الكبد اللي انا محمرها، اخد الاول شويه رز كده احطهم في الارضيه هنا كده،
بعمل جو انا اهو، شفت الجو ده كده اهو، واخد الكبد دي كده متحمره عينيا العكس، حاضر عينيا اهو، انا معاك يا باشا تحت امرك اهو. ومعانا كبد، قلت لي هات الكنترول، اداك الكنترول بس بعد الاذان تقلقش اهو. وادي الكبد متحمره ازاي جميله اهو. انا ليه حطيت شويه، بيقول لي ليه حطيت شويه رز في الاول، انا عايزك لما تضرب المعلقه يبقى عندك كده ايه طموح، انك كل ما تغوص تلاقي حاجه، تلاقي شويه مكسرات هنحطهم دلوقتي، تلاقي شويه كبد، تلاقي قوالب قلوب، يعني جمع قلب قلوب صح ولا قوالب قلوب؟ قلوب اه قلوب بتاع القلب، انت انا عارف غاوي فسيخ، انا تشتغل معايا بقالك 5 6 سنين واول مره اعرف انك غاوي فسيخ. ايوه ماشي، نشتغل مع بعض كده اهو اهو. معايا مكسرات بتتحمر، اخبارها ايه؟ السمنه البلدي، فين البهارات اهي؟ شويه ايه بقى شيف للبهارات للمكسرات ديت، شويه بابريكا فلفله حلوه، اوبا اوبا، شويه قرفه ناعمين، عشان كده رز بالخلطه، قرفه وفلفله حلوه على المكسرات، سنه ملح صغيره على المكسرات، سنه فلفل صغيره على المكسرات، سنه كركم صغيره على المكسرات. اه اه، ونقلب المكسرات بتاعتنا دي كده سريعا. اللهم صل على النبي. آه. فين الكشك؟ بص عليه بصه كده بيتدلع، مستني اللحمه الهبر اللي في الايه الفرن. اه شفت المكسرات ديت؟ اه اه، في السمنه البلدي كده زي الفل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، راح فين المكسرات دي؟ رمضان يعني مكسرات، رمضان يعني قمر الدين. اه ناخد المكسرات دي ونحطها هنا شويه كده عشان اللي ينزل تحت يلاقي مكسرات، والباقي هنحطه على الوش بعد الغرف ان شاء الله. اه زي الفل. وناخد بقيه الرز، دي تورتايه بقى سماها تورتايه ايه الشيف المغازي. آه. كر الرز ده هينزل. اه ونكبس عليها جامد كده بس بعد ما نغرفها بليز. اه شفت الجو ده كده؟ رز بالخلطه اوبا. وحاجات بسيطه يعني، الاكسسوارات دي لازم تكون عندك في المطبخ، وفري من المصروف الشهري، بلاش تجيبي ذهب وتحوشيه. اه جيبي الحاجات الحلوه بتاعت المطبخ دي، هيجيب الذهب الكتير خلي بالك، لان الراجل لما يلاقي السفره كل يوم حلوه هيجيب هدايا، اكيد هيبقى فيها هدايا. هنغرف كده مع بعض. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا مكسرات يا عم الشيف اهي. الله. خدني فاصل بقى صغير كده عشان نرجع لموضوع الكشك وحكايه الكشك من الصعيد الحلو اللي انا بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الزلابية العوامات لقمه القاضي مع كشك صعيدي لطيف وحلو طعمه جميل جدا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.